بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنبدأ إن شاء الله تعالى في المحاضرة الثامنة بعنوان المفعول لأجله. المفعول لأجله أو المفعول له هو مصدر قلبي يذكر علة لحدث شاركه في الزمان والفاعل، نحو رغبة. أقول مثلا اغتربت رغبة في العلم، اغتربت رغبة في العلم. فالرغبة مصدر قلبي، المصدر الرغبة هنا مصدر قلبي. بين العلة التي من أجلها اغتربت، بين العلة التي من أجلها اغتربت، فإن سبب الاغتراب هو الرغبة في العلم. وقد شارك الحدث وهو اغتربت، المصدر هو رغبة في الزمان والفاعل، فإن زمانهما واحد وهو الماضي، وفاعلهما واحد وهو المتكلم. والمراد بالمصدر القلبي ما كان مصدرا لفعل من الأفعال التي منشأها الحواس الباطنة، كالتعظيم والإجلال والتحقير والخشية والخوف والجرأة والرغبة والرهبة والحياء إلى آخره. شروط نصب المفعول لأجله، حتى ينصب المفعول لأجله لابد من تحقق شروط معينة فيه. فليس كل ما يذكر بيانا لسبب حدوث الفعل ينصب على أنه مفعول له. من هذه الشروط، من شروط نصب المفعول لأجله، أن يكون مصدرا. فإن كان غير مصدر لم يجز نصبه. أن يكون المصدر قلبيا، أي من أفعال النفس الباطنة، فإن كان المصدر غير قلبي لم يجز نصبه. أقول مثلا جئت للقراءة. أن يكون المصدر القلبي متحدا مع الفاعل في الزمان وفي الفاعل، أي يجب أن يكون زمان الفعل وزمان المصدر واحدا وفاعلهما واحدا. فإن اختلف زمانا أو فعلا لم يجز، فإن اختلف زمانا أو فعلا لم يجز نصب المصدر. فالأول نحو سافرت للعمل، فإن زمان السفر ماض، وزمان العلم سيكون في المستقبل. والثاني نحو أحببتك لتعظيمك العلم، ففعل المحبة هو المتكلم وفعل التعظيم هو المخاطب، ومعنى اتحادهما في الزمان أن يقع الفعل في بعض زمان المصدر، كجئت حبا للعلم، أو يكون أول زمان الحدث آخر زمان المصدر، كأمسكته خوفا من فراره، أو بالعكس كأدبته إصلاحا له. أن يكون هذا المصدر القلبي المتحد مع الفعل في الزمان والفاعل علة لحصول الفعل، بحيث يصح أن يقع جوابا لقولك لما فعلت. فإن قلت جئت رغبة في العلم، فقولك رغبة في العلم ما زلت جواب لقول قائل لما جئت، كأنك أجبت عن سؤال لما جئت، سؤال نقول فيه لما جئت، فتقول جئت رغبة في العلم. فإن لم يذكر بيانا لسبب حدوث الفعل لم يكن مفعولا لأجله، لابد أن يكون مذكورا لبيان سبب حدوث الفعل يتعلق به، فيكون كما يطلبه العامل الذي يتعلق به، فيكون مفعولا مطلقا. نحو عظمت العلماء تعظيما ومفعولا به، نحو علمت الجبن معرة، ومبتدأ في نحو البخل داء، وخبر في نحو
أدوى الأدواء الجهل، ومجرورا في نحو أي داء أدوى من البخل إلى آخره. ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فإن فقد شرط من هذه الشروط وجب جر المصدر بحرف جر يفيد التعليل كلام ومن وفي. أقول: جئت للكتابة، جئت للكتابة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. أستطيع أن أسأل عدة أسئلة في هذه الجزئية. أقول مثلا: ما هو مفعول ما هو مفهوم المفعول له؟ أقول مثلا: لنصب المفعول لأجله، ما لنصب المفعول لأجله شروط، أذكر بعضا منها. طيب، للمفعول لأجله أحكام، من هذه الأحكام ينصب إذا استوفى شروط نصبه على أنه مفعول لأجله صريح، وإن ذكر للتعليل ولم يستوف الشروط جر بحرف الجر المفيد للتعليل كما تقدم، واعتبر أنه في محل نصب على أنه مفعول لأجله غير صريح. وقد اجتمع المنصوبان الصريح وغير الصريح في قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الحكم الثاني: يجوز تقديم المفعول لأجله على عامله سواء أنصب أم جر بحرف الجر، نحو: رغبة في العلم أتيت، رغبة في العلم أتيت، أصل الجملة أتيت رغبة في العلم، قلت رغبة في العلم أتيت. أقول: للتجارة سافرت، أصل الجملة سافرت للتجارة، فتقدم المفعول لأجله على عامله في هذين المثالين. الحكم الثالث: لا يجب نصب المصدر المستوفي شروط نصبه، بل يجوز نصبه وجره، وهو في ذلك على صور. من هذه الصور أن يتجرد من آل والإضافة، فالأكثر نصبه. أقول: وقف الناس احتراما للعالم. من هذه الصور أيضا أن يقترن بأل، يقترن بالألف واللام، فالأكثر جره بحرف الجر، نحو: سافرت للرغبة في العلم. وقد ينصب على قلة لقول الشاعر: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. قال: الجبن جاء معرفا بأل، وجاء هنا منصوبا وإن كان قليل، وإن كان قليلا في النصب. الصورة الثالثة: أن يضاف، فالأمران سواء، يعني نصبه وجره يستويان، نصبه وجره يستويان. أقول: تركت المنكر خشية. إذا أنا أردت أن آتي به مضافا أقول: خشية الله، خشية الله. أو مجرورا بحرف الجر أقول: لخشيتي الله. تركت المنكر خشية الله أو لخشية الله أو من خشية الله. ومن النصب قوله تعالى: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ومن الجر: وإن منها لما يهبط من خشية الله. أستطيع أن أطرح عدة أسئلة على هذه الجزئية. أقول: المفعول من أجله ثلاثة أحكام أذكرها مع التمثيل. أقول: لا يجب نصب المصدر المستوفي شروط نصبه، بل يجوز نصبه وجره، وهو في ذلك على ثلاث صور، أذكر منها صورتين مع التمثيل. وهناك كما قلت أمثلة كثيرة لمجيء المفعول لأجله على صوره المختلفة، منها مثلا في قوله تعالى: يجعلون
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، المفعول لأجل هنا حذر، وهو مصدر تحققت له شروط نصبه مفعولا لأجل، وذلك أنه مصدر حذر. وقد بيّن علة جعلهم أصابعهم في آذانهم وهو الحذر من الموت، وهو الحذر من الموت. هذا وبالله التوفيق.